بتبدأ قصتنا عام 2011، وبطلة قصتنا هي بنت اسمها كينيا. كينيا كانت عايشة مع زوج أمها، وزوج أمها كان بيعاملها على إنها بنته وعمره ما حسسها بأي إحساس وحش، وهي كمان كانت دايما بتعتبره زي باباها بالظبط، لأنها لما كبرت كان والدها متوفي وما شافتش غيره، فهنقول عليه إن هو باباها الفعلي. كينيا كانت ليها صديقة مقربة وهي كيم، وكانوا علاقتهم ببعض كويسة جدا لأنهم أصدقاء من وقت طويل جدا، وطول الوقت بيتكلموا مع بعض وكل أسرارهم كانت مع بعض، وكانوا متعودين دايما أنهم بيروحوا للملهى الليلي ويقضوا ليلة وسهرة جميلة كده ويرجعوا مع أصدقائهم في الثانوية العامة. وفي يوم من الأيام راحوا النايت كلاب أو الملهى الليلي، وكانوا عمالين بيرقصهم ويشربهم وبدأوا يسكرهم، وكل شوية حالتهم بتبقى أصعب. في الوقت ده كينيا كانت بترقص مع شخص مجهول أو غريب محدش عارفه، وقعدوا يشربوا هما الاتنين لحد ما حالتهم بقت صعبة جدا. كينيا في الوقت ده كانت قاعدة بترقص مع شخص غريب او مجهول الهوية، وكانوا عمالين يرقصهم ويشربهم ويسكرهم اكتر واكتر، وكل ما الليل يعدي كل ما حالتهم بتبقى اصعب وتصرفاتهم بتبقى اغرب، لدرجة ان هما بدأوا يعتدوا على الناس اللي حواليهم، وبدون ما حد يحس كده جم الناس المسؤولة عن النايت كلاب وخرجوهم برا خالص. خرجت مع الشخص المجهول ده ومش عارفين رايحين فين، هما الاتنين كانوا في حالة ضياع حرفيا. وبعد ما كيم خلصت الليلة الجميلة بتاعتها هي واصدقائها وجم عشان يتجمعوا ويروحهم، اكتشفوا ان كينيا اختفت. في الوقت ده بدأوا يدوروا عليها، ملقوش ليها اي اثر في النايت كلاب، فقالوا ممكن تكون ان هي خرجت مع الشخص اللي كان بيرقص معاها وراحت معاه للشقة بتاعته، هيقضوا ليلة كده مع بعض ويرجعوا. طبعا الموضوع ده عندهم في الثقافة بتاعتهم حاجة عادية طبعا، مش زي عندنا، فالموضوع كان شبه طبيعي يعني مفيش اي حاجة. في اللحظة دي كيم كانت قلقانة جدا على صديقتها، لانهم دايما بيتكلموا وبيحكوا لبعض كل حاجة، ومستحيل كينيا تاخد خطوة زي دي وتروح مع حد غريب ما تعرفهوش من غير ما تقول لها. كمان ان كينيا لما خرجت سابت تليفونها ومحفظتها ومفتاح عربيتها وكل حاجة مع صديقتها كيم، وهي ماشية ما خدتش اي حاجة معاها. ففضلت كيم قاعدة على امل ومنتظرة كينيا تتصل في اي لحظة وتطمنها عليها، ولكن للأسف يطلع النهار ومفيش اي اخبار عن كينيا. كينيا اختفت ومحدش عارف طريقها. في الوقت ده ابو كينيا بدأ يقلق هو كمان، واتصل بكل اصدقائها وعرف اللي حصل. وبعد ما عرف الاب اللي حصل راح على طول على بيت كيم عشان ياخد التليفون والحاجة بتاع بنته، وفضل قاعد منتظر اي رسالة تيجي. ومجرد ما دخل البيت جاله فعلا رسالة على التليفون. الرسالة كانت جاية من رقم مجهول بيقول له: مرحبا انا ترافل، هل انت بخير؟ هل استطعت الذهاب الى السيارة؟ اول ما الاب شاف الرسالة دي قال: بس هو ده الشخص اللي يعرف مكان بنتي، وهو ده اللي هيدلنا عليه. قعد يرن على الرقم كتير جدا، يرن على الرقم والرقم يبعت له نفس الرسالة، يرن والرقم يبعت له نفس الرسالة. في الوقت ده بدأ يقلق الاب جدا على بنته، وحس ان في حاجة غلط قاعدة بتحصل. والساعة 9 بالليل يرن الرقم اللي كان بيبعت الرسائل اخيرا على الاب. فتح الاب التليفون وبدأ يقول: ايوه مين؟ قال له: مرحبا انا ترافلز. ترافلز كان بيقول له اللي هو بنته كانت معاه، ولكن هي مشيت وهو بيطمن عليها او بيرن عشان يطمن هل هي رجعت البيت ولا لا. وبعدين بدأ الاب يقلق ويحس بحاجة غريبة بتحصل، فقال له: انت مين؟ واحكي لي كل حاجة بالتفصيل واللي حصل. قال له ترافلز: انا كنت ماشي راجع من الشغل، وبعد كده قابلت بنتك واقفة قاعدة بتبكي وحالتها كانت صعبة جدا، وكانت في حالة سكر ومش حاسة بنفسها، فقلت لها تحتاجي مساعدة، ممكن اجي اوصلك للبيت. فقالت لي ماشي، وركبت معايا العربية. واحنا ماشيين في الطريق قالت لي: اقف عند البنزينة دي او المحطة دي وانزل اشتري لي شوية سجاير. فانا قلت لها خلاص ماشي، وجاي انزل فاكتشفت ان احنا بعد منتصف الليل وكل الناس اللي حوالينا كانت قافلة. وبعدين في الوقت ده رجعت عشان اشوف بنتك، لقيتها واقفة مع شخص غريب. الشخص ده كان واقف وكان قاعد بيدخن، وبعد ما قلت لها اركبي قالت لي: لا خلاص انا هقف مع الشخص ده، امشي انت. في اللحظة دي انا فكرتهم ان هما ممكن يكونوا عارفين بعض او هي يعني في دماغها حاجة، فخلاص مشيت وبطمن عليها. في الوقت ده بدأ الاب يشك في الراجل ده ويقول في حاجة غريبة. بدأ الاب يدور في باله تساؤلات، وبدأ يقول للشخص ده: طب انت منين عرفت رقم تليفونها؟ قال له بكل بساطة: بنتك كانت قاعدة جنبي وخدت تليفوني عشان ترن على نفسها، لانها قالت لي ان تليفونها مع اصدقائها في الملهى الليلي، قلت لها ان انا ارجعها للملهى الليلي ولكنها رفضت، وبعد ما فضلت تتصل بهم كتير ومحدش رد عليها حصل اللي انا حكيته لك بالظبط. الاب برضه فضل مش مطمن لكلام ترافلز، فترافلز حب يطمنه اكتر، فقال له: لو انت مش مصدقني او مش مقتنع بكلامي فانا دلوقتي رايح للمكان اللي انا قابلت بنتك فيه، ممكن تقابلني هناك ونتكلم ونفهم من بعض اكتر،
واظن دي حاجة هتطمنك لانك هتشوفني واحكي لك اللي حصل بتفصيل اكتر. في الوقت ده قال له الاب خلاص ماشي اوكي وقفل معاه التليفون وقرر ان هو هيروح له، ولكن الاب بيقول انا مش عارف ليه حسيت ان انا مش مطمن او في حاجة غلط، ففتحت الدرج بتاعي وخدت المسدس وقررت ان انا انزل بيه. اول ما الام شافت الموضوع ده راحت متصلة بسرعة على الشرطة وحكت لهم على كل حاجة حصلت، وقالت لهم ان هم يكونوا موجودين في مكان الحادث بالظبط تحسبا لان يحصل اي مشاجرة او ان الشخص ده يكون معتدي ويعمل حاجة في جوزها، وطبعا ده كان من خوفها عليه. وفعلا راح الاب للمكان ولقى ترافلز واقف مع رجال الشرطة وقاعد بيحكي وبيتكلم معاهم، وكانوا مستنيينه بفارغ الصبر. اول ما وصل جرى عليه ترافلز بسرعة وحضنه وسلم عليه بحرارة شديدة جدا، وكان مرحب بيه وكان شخص عطوف جدا. اول ما شافه الاب بدأ يفضفض ويتكلم معاه ويقول له احكيلي بقى كل حاجة حصلت بالتفصيل، ولكن اللي قاله ترافلز في الوقت ده كان هو نفس الكلام اللي قاله قبل كده في التليفون، وكان نفس الكلام اللي حكاه لرجال الشرطة. فالاب بدأ يبصله كده وبرضه معرفش بنته راحت فين. فلفت انتباه الاب حاجة وبدأ يتساءل عنها، وهو ان هو بص لعربية ترافلز لقى العربية بتاعته من موديل اللي هو عربيات الشغل الكبيرة الضخمة. فبدأ يقول للشرطة انا متأكد ان بنتي مستحيل تركب في عربية زي دي حتى لو ما كانتش في وعيها، لان دي بنتي وانا عارف تربيتها كويس. والمهم يعني ان العربية كانت بالنسبة لبنته شبهة، فهو كان متوقع ان بنته عمرها ما تركب في عربية زي كده. في الوقت ده بدأت الشرطة تطلب من ترافلز ان هي تفتش العربية. ترافلز كان متعاون جدا مع رجال الشرطة وقال لهم اوكي اتفضلوا فتشوا العربية. بدأت الشرطة تفتش الجزء الامامي من السيارة ولقوا فيها حاجات عادية، يعني بواقي اكل وعلبة بيبسي وحاجات ممكن تكون موجودة عند اي شاب قاعد في عربية. فتحوا الجزء الخلفي وبرضو لقوا العربية نظيفة تماما، ولكن نظافة الجزء الخلفي كانت غريبة شوية لان العربية كانت بتلمح حرفيا، وكمان كان في سجادة من الواضح جدا انها جاية جديدة لسه، وكان كمان في ريحة منظف او مبيض قوية جدا في الجزء الخلفي من السيارة. والشرطة عموما لما بتشوف حاجة زي كده دايما او التناقض ده بيحسسهم بعدم امان وبيحسوا ان في حاجة غلط قاعدة بتحصل، عشان كده هم طلبوا من ترافيس ان هو يروح معهم لمركز الشرطة عشان يستجوبوه او يسألوه بعض الاسئلة. وطبعا المحقق قال لترافيس انت هتتعامل على انك شاهد بس، يعني في اي لحظة انت متتضايق من الاسئلة اللي احنا بنسألها او تقرر ان انت عايز تمشي تقول انا عايز امشي وتستاذن وتاخد نفسك وتمشي، انت مجرد شاهد على القضية. طبعا ترافيس كان متعاون جدا مع رجال الشرطة ووافق على كلامهم بدون اي نقاش، وفعلا راح لمركز الشرطة وبدأت التحقيقات معه. ترافيس كان متعاون جدا مع رجال الشرطة في خلال التحقيقات وقال نفس الكلام اللي قاله للشرطة، والوالد كينيا نفس الكلام بالظبط ما زودش عليه كلمة، قال ان هو كان خارج من المخبز هو واحد صاحبه وراح لصاحبه ده عشان يوصله بيته، وبعدين رجع من عنده لقى كينيا واقفة في الشارع وكانت سكرانة وحالتها صعبة، فطلب منها المساعدة وركبت معاه، وبعدين وقف عند المحطة بتاع البنزين عشان يجيب لها سجاير، وبعد كده شخص ما كان واقف بيدخن فهي راحت معاه. في خلال ما هو بيقول الكلام ده كان في ناس تانية محققين قاعدين ورا الشاشة وبيلاحظوا تحركاته، واول ما قال كده راحوا متصلين بسرعة على صاحبه اللي كان معاه وقالوا له حقا انت كنت مع ترافلز في الوقت الفلاني كان بيوصلك. صاحبه قال فعلا انا كنت معاه، ولكن بعد ما هو وصلني ورجع انا معرفش عنه اي حاجة ولا اعرف هو راح فين. في الوقت ده بدأت الشرطة تسأل ترافلز او المحققين يسألوه اسئلة زيادة، فبدأوا يقولوا له انت شفت حاجة تانية، فترافلز قال لا خلاص وقفلوا التحقيق على كده. وبعدين ترافلز بعد ما التحقيق اتقفل قال معلومات اضافية، بدأ يوصف شكل الشخص اللي كان واقف في البنزينة واللي كان اسمه دان واللي كينيا راحت له، وبدأ يقول كان شعره أصفر وكان لابس كذا وكان طوله كذا ويقول مواصفات دقيقة جدا للشخص ده. في اللحظة دي الشرطة راحت سألاه أو المحققين سألوه سؤال ذكي جدا، والسؤال ده غير كتير جدا في الأحداث. قالوا له طب أنت لما شفت كينيا كانت لابسة كعب ولا لأ؟ السؤال ده ما كانش هدفه إن هم يعرفوا هي لابسة كعب ولا لأ، المحقق طبيعي عارف ان كينيا طبعا لابسة كعب لانها خارجة من مالها ليلي، ولكن جواب ترافلز كان هو اللي عليه كل حاجة. ترافلز قال لهم انا ما خدتش بالي بالظبط هي لابسة ايه، ولكنها كانت لابسة هدوم نايت كلاب يعني هدوم سهر. فبدأ المحقق يستغرب ويقول له يعني انت خدت بالك من الراجل اللي شفته ثانية واحدة واقف في المحطة ووصفته وصف دقيق، اما كينيا اللي كانت راكبة جنبك لمدة ساعة كاملة ما تعرفش بالظبط هي كانت لابسه كعب ولا لا؟ فترافلز قال له انا مركزتش قوي في تفاصيلها ولكن ده اللي عندي. في الوقت ده المحقق بدا يشك في ترافلز، ولكن في نفس التوقيت ده ما كانش يقدر يتهمه اتهام صريح
لأن هو مازال مجرد واحد بيستجوبه أو شاهد على القضية، والمحقق ما كانش عايز يخسره أو يحسسه بعدم أمان عشان يعرفوا منه معلومات أكتر، ده لو فيه يعني. المهم ترافلز طبعا بريء ومفيش أي تهم حواليه. قال المحقق لترافلز: أنت دلوقتي تقدر تمشي لأنك بريء ومعلكش أي جرائم، ولكن هستأذنك يا ترافلز في طلب أخير، وهو أن أنت هتجيلنا كمان 3 أيام هنسألك شوية أسئلة كده وهنسيبك تمشي بعدها. ترافلز طبعا قال له: هتسألوني ازاي؟ قال له: احنا هنحطك على جهاز كشف الكذب عشان بس نتأكد من بعض حاجات معينة ونسيبك بقى، ويبقى انت مستبعد خالص ومحدش هيطلب منك اي حاجة بعدها. ترافلز كان متعاون جدا مع رجال الشرطة ووافق على كل اللي طلبوه منه، لانه كان فاكر ان هو كده خلاص بريء او كان واثق من نفسه، فقال لهم تمام ومشي ترافلز من التحقيقات. وكده اصبح عند المحققين 4 متهمين. الاول وهو دان، ودان ده هو الشخص اللي هي قابلته عند البنزينة او المحطة واللي كان ترافلز بيحكي عنه. اما الشخص التاني فهو حبيبها القديم، لانها كانت ليها صديق قديم كانت عايشة معاه في بيت، وبعد كده انفصلوا وسابوا بعض وحصل مشاكل ما بينهم. والشخص التالت وهو الشخص اللي كانت معاه في البار او اللي خرجت معاه من الملهى الليلي. اما الشخص الرابع فهو ترافيس. قرر المحققين انهم هيبدأوا رحلة البحث عن كينيا، واول مكان شافوا ان هما المفروض يروحوه هو المكان اللي كينيا وترافيس اتقابلوا فيه. وفعلا راحت الشرطة للمكان ده، وهناك لقوا عمارة سكنية، والعمارة السكنية دي لحسن حظهم كان فيها كاميرات مراقبة. بدأوا يفحصوا كاميرات المراقبة وشافوا فعلا كينيا. شافوا كينيا وهي داخلة مع شخص غريب للعمارة، وفضلت في الطابق اللي تحت لمدة 10 دقايق، وبعدين خرجت كينيا وطلع الشخص اللي كان معاها ده للطابق اللي فوق. ولما راحت الشرطة وسألت الناس اللي هناك عن مين الشخص ده، قدروا ان هم فعلا يوصلوا له، وهو شخص اسمه اتشاد. وتشاد ده هو نفس الشخص اللي كان مع كينيا في الملهى الليلي. وبما ان كينيا خرجت من عنده سليمة والكاميرات بتثبت ده، فاذا اتشاد يعتبر بريء. وكده اول شخص معانا طار من القائمة بتاع الناس المتهمين، ويتفضل عندنا 3. ويجي الدور على الشخص اللي كينيا كانت بتحبه قبل كده. ولما الشرطة بدأت تدور مين هو الشخص ده، اكتشفوا ان الشخص ده اساسا بقاله فترة كبيرة جدا مسافر ومرجعش ابدا للبلد، ومحدش عارف عنه اي حاجة، او يعتبر ان هو منزلش من زمان جدا، وده بعد ما حققوا مع كل الناس اللي عارفينه واكدوا ان هو فعلا منزلش من زمان. وكده يبقى الشخص ده كمان طار من القائمة. والمتهم عندنا في القضية هما 2، دان وترافيس. دان ده هو الشخص اللي هي قابلته عند البنزينة اللي ترافيس حكى عنه. كملت الشرطة مراجعة كاميرات المراقبة وشافوا اخر ظهور لكينيا، واخر ظهور لكينيا كانت في احد الفنادق القريبة من المناطق السكنية دي، ودخلت الفندق وكانت بتدور على حمام، وبعد كده خرجت من الفندق وقفت تاني قدام باب العمارة، بعد كده خرجت من الفريم بتاع الكاميرا واختفت كينيا خالص، محدش عارف مكانها. حتى في المكان اللي راحته او المحطة لما راحهم ملقوش فيها اي كاميرات مراقبة. وهنا الشرطة بقت في حيرة ومستنية برضو اي دليل، وبتدور في جميع الاتجاهات. واخر ظهور لكينيا كان هو التوقيت اللي ركبت مع ترافيس فيه. في الوقت ده الشرطة بدأت تدور عن شخص اسمه دان بالمواصفات اللي ترافيس دهلهم بالظبط، وقعد يدوروا في كل مكان وفي كل حتة لمدة اسبوع كامل، ولكن الشخص ده ما كانش ليه اي اثر. وهنا بدأ المحققين يقفوا ويقولوا البعض ان هم حاسين ان هو بيتم التلاعب بيهم من اي حد، وان في حاجة غلط قاعدة بتحصل. والاتنين كانوا متفقين على نفس الموضوع، الاتنين اللي بيحققوا في القضية شايفين نفس النتيجة. بدأوا بسرعة يتصلوا بكل اصدقاء كينيا ويسألوها عن وجود شخص اسمه دان، وحققوا مع كل الناس بالكامل، ولكن كلهم انكروا ان في شخص بالمواصفات دي موجود اصلا. هنا الشرطة بدأت تشك في ترافيس، خصوصا ان ترافيس مراحش كشف الكذب اللي كانوا محددينه معاه بقالهم 3 ايام، فبدأوا يتصلوا بيه 50 مرة وترافيس ما بيردش عليهم ابدا. وهنا يجي الاتصال اللي هيغير مجرى الاحداث بالكامل. يجي للشرطة اتصال من رئيسة المخبز اللي ترافيس كان شغال فيه، وقالت لهم ان هي حست بحاجة غريبة حصلت في المكان بتاعها. مديرة المخبز كانت في ويك اند، ولما رجعت من الويك اند حبت ان هي تراجع كاميرات المراقبة عشان تعرف ايه اللي حصل في الاجازة بتاعتها، وتشوف العمال كانوا بيعملوا ايه. وهنا فتحت اول حاجة المكتب بتاعها، ولما فتحت الكاميرا لقيت ترافيس كان لابس جلافظات لونها اصفر، نفس الجلافظات اللي كانوا بيلبسوها في المطبخ، ولكنه دخل للمكتب وقعد يدور على شوية حاجات كده
وبعدين الكاميرا اتفصلت. في الوقت ده كانت الكاميرا الخلفية لسه شغالة، بتاع المخزن شغالة وبتصور كل حاجة. ترافيس خرج من المكتب ودخل للغرفة الخلفية، وكان معاه بوكس كبير جدا وكان متقفل بإحكام شديد جدا، وبدأ يسحبه ترافيس وفتح الخزان او المبرد وحط فيه الصندوق اللي كان معاه. الغريب ان ترافيس ملوش ان هو يعمل كده، لا هو بيخش المكتب بتاع المديرة ولا هو ابدا ليه علاقة بالشغل بتاع التخزين، لان ترافيس شغله معروف وهو ان هو بياخد البضاعة ويسوقها، وكان بيصنع برضو الحبوب، ولكن عمره ما دخل للمكان ده. فده اللي خلى رئيسة المخبز تحس بحاجة غريبة وتبلغ الشرطة على الفور. اول ما الشرطة وصل لها البلاغ جريت جري على المخبز عشان تشوف الصندوق اللي كان موجود، ولما فتحت الصندوق تكتشف ان الصندوق نظيف تماما ومفهوش اي حاجة، وكمان شموا في الصندوق ريحة. افتكروا كده معايا، انتوا شميتوا الريحة دي فين قبل كده؟ شموا ريحة مبيض او منظف قوية جدا، دي نفس الريحة اللي كانت في السيارة بتاعت رافيس في الجزء الخلفي لما فتشوها. هنا الشرطة بدأت تشك بنسبة كبيرة جدا في ترافيس، كل الأدلة والخيوط بتدل على إن ترافيس هو المجرم، ولكن برضه ما عندهمش دليل واحد يدينه أو يقول إن هو مجرم حقيقي. واستمرت رحلة البحث عن ترافيس في كل مكان. راح المحققين شركة الاتصالات وطلبوا منهم تقرير كامل عن رقم ترافيس، فين اتفتح وفين راح وآخر مكان اتفتح فيه، وطبعا طلع لهم تقرير بكل التفاصيل. والتقرير اللي بيطلع للشرطة بالذات التقرير اللي احنا بنروح نجيبه من الشركة بيبقى فيه حاجات دقيقة جدا، والاماكن اللي انت رحتها، وممكن كمان يوصلوا لتسجيلات صوتية من خلال الموضوع او التليفون ده. ولكن الشرطة كل اللي وصلوا له هو اخر مكان فتح فيه ترافيس تليفونه، واخر مكان ترافيس فتح فيه تليفونه فعلا كان هو حديقة بعيدة جدا عن المدينة، وكانت حديقة مهجورة ونادرا لما حد يروح المكان ده. فخلاص الشرطة بدأوا يربطوا الخيوط مع بعض وقالوا ان هم هيروحوا للحديقة او المكان ده، واكيد اكيد هيلاقوا جثمان كينيا موجود فيه، او على الاقل هيعرفهم ايه اللي حصل. المهم الشرطة فعلا خدوا ناس كتيرة جدا وبدأوا يمشوا في المكان ويدوروا في كل شبر فيها، ولكن للأسف ملاقوش اي اثر لكينيا. في الوقت ده الشرطة بدأت تتجنن، عايزين يوصلوا لترافيس بأي طريقة، ومفيش اي مكان راحوه ولقوا فيه ترافيس. في الوقت ده بدأوا يكلموا كل اصدقائه، وكل اصدقائه نفوا تماما انهم شافوه في اي مكان وان هو اختفى تماما، لحد ما رنوا على شخص اخير من اصدقائه واللي قال ان هو ادى لترافيس العربية بتاعته من اكتر من اسبوع، وترافيس خدها واختفى تماما، بيحاول ان هو يتواصل معاه ولكن للأسف مش قادر. وقال كمان للشرطة انا عايز اقدم بلاغ عن اختفاء السيارة بتاعتي، واداهم رقم العربية. في الوقت ده الشرطة فعلا قدمت بلاغ في العربية وبدأوا يدوروا عليها. وفي نفس اليوم ده بالليل تحصل صدفة غريبة جدا، مجموعة من الضباط في مدينة تكساس كانوا قاعدين بياخدوا ارقام اللوحات بتاع السيارات ويدخلوها عندهم في السيستم عشان يعرفهم هل السيارة دي عليها مخالفة او لا، وبالصدفة يدخلهم رقم عربية ويكتشفوا ان العربية دي متقدم عليها بلاغ الصبح ان هي مختفية من دنفر، والموضوع ده كان في تكساس والمسافة بينهم مسافة كبيرة جدا. بالمناسبة دنفر ده موجود فيها مطار دنفر المرعب اللي هنعمل عنه حلقة قريب جدا، لان احد المتابعين طلب مني الطلب ده. مهم نرجع لموضوعنا، بعد ما دخلوا رقم اللوحة وعرفوا ان العربية دي مخطوفة بدأوا يراقبوها، واول ما الشخص اللي كان في العربية ده قرب منها جريت الشرطة عليه وألقوا القبض عليه على طول، وبعتوا بلاغ للمركز اللي قدم البلاغ في اختفاء العربية وقالوا له ان هم لقوا العربية ولقوا فيها شخص غريب، والشخص ده بيقول ان هو واخد العربية من صديق ليه كاستعارة يعني. هنا على طول المحققين عرفوا ان الشخص اللي مسكوه كان هو المجرم اللي بيدوروا عليه ترافيس. في اللحظة دي خدوا نفسهم وجريوا جري على مكانه، واول ما دخلهم يتفاجئوا ان الشخص اللي موجود كان فعلا هو ترافيس. اول ما ترافيس شاف الشرطة كان مصدوم جدا وبيقول للمحققين انتوا ازاي قدرتم ان انتوا توصلوا لهنا بالسرعة دي؟ يعني وصلوا المحققين بسرعة غريبة طبعا عشان هما نفسهم يشوفوا مين الشخص ده. فالمحقق رد على ترافيس قال له يا اهلا وسهلا، انا اساسا كنت قاعد مستنيك، انت ليه بتهرب وتجري لما انت مجرد شاهد وما عملتش اي جريمة؟ وفي التوقيت ده وصل للشرطة بلاغ ان ترافيس الشخص اللي كانوا بيدوروا عليه كان من ساعات قليلة جدا في احد البرامج التلفزيونية، وكان قاعد بيبكي وبيقول ان هو ندمان وحاسس ان الناس كلها بتتهمه بجريمة هو ما ارتكبهاش، وكانت حالته صعبة جدا. ما
بدأ الشرطي يسأله ويقوله طب انت ليه لما انت ما عملتش اي جريمة ليه بتهرب من العدالة ومش عايز ان احنا نستجوبك او نسألك، ما انت مجرد شاهد في النهاية. قال له ترافيس انا بدأت احس بالذنب وبدأت اتعب والناس عمالة بتتهمني بجريمة انا ما ارتكبتهاش، فقررت ان انا اطلع في احد القنوات التلفزيونية عشان ابرأ نفسي قدام الناس واقول لهم ان انا ما عملتش اي حاجة. وفي نفس التوقيت يجي بلاغ تاني لنفس المحقق ان في شخص من فترة اعتدى على بنت في احد الاحتفالات الليلية وضربها ضرب كتير جدا، وبعد ما الشخص ده هرب البنت كان فيه دي ان ايه من الشخص ده بين ضوافرها، فالشرطة خدت الدي ان ايه من الشخص ده ومحتفظة بيه لحد دلوقتي، وطلب المحقق ده ان هو ياخد الدي ان ايه بتاع ترافيس عشان يشوفه متطابق مع الشخص ده ولا لا. وفعلا الشرطي طلب من ترافيس ان هو ياخد منه دي ان ايه وترافيس كان موافق طبعا جدا. خدت الشرطة من ترافيس الدي ان ايه وبدأوا يطبقوه مع الدي ان ايه بتاع الشخص المعتدي، والصدمة ان فعلا طلع في تطابق بين الدي ان ايه بتاع الشخص اللي اعتدى على البنت وبين الدي ان ايه بتاع ترافيس. وهنا ترافيس ما بقاش مجرد شاهد، هنا ترافيس اصبح متهم ومجرم حقيقي. ولكن ترافيس ما كانش متهم في قضية كينيا، متهم في قضية تانية. اما بالنسبة لقضية كينيا فما كانش فيه لسه اي اثبات او دليل على ان هو مرتكب الجريمة، يعني ترافيس لسه مازال بريء في نفس القضية اللي احنا بنتكلم فيها. سأل المحقق ترافيس سؤال وقال له يا ترافيس انت بتقولي ان كينيا كانت معاك في الجزء الامامي من العربية، طب احنا ليه لقينا شعرها في الجزء الخلفي؟ في الوقت ده بدأ ترافيس يتوتر جدا وقال له دي بنت وممكن يكون شعرها طار عادي يعني. فالمحقق قال له لا يا ترافيس، شعرها اللي احنا لقيناه ما كانش مجرد شعر طاير، ده كان شعر طالع من الجذور. في الوقت ده ترافيس اتوتر اكتر واكتر وبدأ العرق يتصبب منه من كل مكان وبدأ يقول له يعني قصدك ايه؟ قال له يا ترافيس انا مش ده الجواب اللي انا كنت مستنيه منك، انا مستني ان انت تقولي الحقيقة كاملة، والحقيقة ان انت المفروض تقولي ان انت كأي شاب واي بنت دخلتوا للعربية وقفلتوا العربية عليكم وحصل بينكم علاقة او اعتداء والشعر مثلا وانت بتشده فهو وقع على العربية او حاجة زي كده، ولكن انت ليه بتكذب وبتقول ان ده ما حصلش؟ في الوقت ده ترافيس اتعصب جدا وطلب المحامي بتاعه، فقال للمحقق يعني انا عمال اتكلم معاك طول الوقت ده واسالك واستجوبك وما طلبتش اي حاجه، اشمعنى لما اتكلمنا في النقطه دي بالتحديد يا ترافيس طلبت المحامي؟ بدا ترافيس يقول كلام غريب وعبارات غريبه وكانه بيحاول ان هو يفضفض او يقول حاجه مش في وقتها او حاجه مش مفهومه، كانه عايز يحكي ويقول اللي جواه. في الوقت ده عرف المحقق ان هو لازم يضغط على ترافيس عشان ياخد منه الاجابات اللي هو عايزها، وبدأ فعلا يضغط عليه ويستمر في الأسئلة لحد ما قال له بنبرة صريحة كده بص يا ترافيس قول لي انت محتاج ايه بالظبط وانا وعدك اللي انا هوصله لهيئة المحلفين وهنفذه لك مقابل انك تقول لي الحقيقة الكاملة. قال له ترافيس انا مستعد اتكلم واعترف بكل حاجة، ولكن الشرط الوحيد اللي عندي هو ان انتوا لما تجيبوا الشهادة الإجرامية بتاعتي ما تحطوش فيها ان انا متحرش او معتدي، ممكن تحطوا ان انا شخص قاتل عادي. غريبة جدا ان ترافيس كان عايز ان هو يتكتب في شهادته ان هو قاتل اما متحرش فكان رافض الفكرة. مهم وافقت هيئة المحلفين على كلام ترافيس وعدوا ان هو لو اعترف بكل حاجة هيعملوله اللي هو طلبه فعلا، وفعلا ترافيس بدأ يعترف بكل تفاصيل جريمته وقال لهم كمان على مكان كينيا. وبعد ما عرفت الشرطة مكان كينيا خدوا فريق البحث وجريوا جري على المكان اللي كان فيه كينيا، وهو الحديقة اللي هم كانوا دوروا فيها اساسا من زمان، وكان ترافيس معاهم في العربية وبيوريهم المكان بالظبط. ولكن لما دخلوا في قلب الحديقة والشرطة افتكرت ان هي فعلا جت ودورت في المكان ده قبل كده في كل شبر فيه، فعرفوا ان ترافيس في الوقت ده بيخدعهم وما بيقولش الحقيقة، ولكن ترافيس فاجئهم وقال لهم على مكان تاني في الحديقة ولكن حوالين الحديقة او بعيد عن المكان اللي هم دوروا فيه. وبدأ ترافيس يوجههم ويقول لهم يمشوا اكتر واكتر لحد ما وصلوا للمكان وقال لهم هو ده المكان اللي انا دفنت فيه كينيا، وفعلا الشرطة بدأت تدور وتحفر وفعلا لقوا جثمان كينيا، ولكن كينيا كان مر على موتها اكتر من 4 شهور، يعني جثمانها كان متحلل بالكامل وكانت ريحتها بشعة جدا. تفاصيل الجريمة بقى واللي حصل بالظبط زي ما قال ترافلز هي كالتالي، كينيا كانت في الملهى الليلي هي واصدقائها وبعدين خرجت مع الشخص اللي كانت بترقص معاه، ولما راحوا للبيت بتاعه كانت اصلا هي في حالة صعبة وهو كمان ما كانش في وعيه، فحصل بينهم شوية خلاف كده في المدخل بتاع البيت او العمارة وطلع هو للطابق اللي فوق وخرجت كينيا من عنده، دخلت الفندق اللي دخلته وبعدين خرجت وقفت قدام العمارة لحد ما ترافيس كان معدي بالسيارة بتاعته وشافها
واستغل ان هي ما كانتش في وعيها وخدها معاه في السيارة، وبعد كده خدها في مكان مقطوع وفتح الباب الخلفي للسيارة ودخل كينيا جواه وبدأ ان هو يعتدي عليها. في خلال ما هو كان بيعتدي عليها بدأت تفوق وتستوعب اللي بيحصل، فحاولت ان هي تمنعه او تزوقه، فبدأ يخاف وقام قعد يخنق فيها لحد ما حياتها انتهت. بعد كده بقى قدامه جثة هامدة مش عارف يتصرف او يعمل ايه، فقرر ان هو هيدفنها في مكان بعيد، ولكن ما كانش قادر ان هو يمشي بيها في قلب البلد كده ويدور على المكان المناسب. فقرر ان هو بما ان المخبز فاضي فراح المخبز وجاب الصندوق الخشب الكبير وحط كينيا جواه وحطها في قلب المبرد اللي في المخزن لحد ما لقى المكان المناسب. وبعد كده لما وصل للمكان المناسب في الغابة رجع تاني بالعربية بتاعته وخد كينيا بالصندوق وراح دفنها في المكان اللي دفنها فيه، وبعد كده رجع تاني وطهر السيارة بتاعته والصندوق بنفس المطهر او بنفس المادة المنظفة، وحط الصندوق في المخبز مرة تانية ومشي بالعربية بتاعته وكأن شيئا لم يكن. وهي دي تفاصيل جريمة كينيا المرعبة والبشعة. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشيروها في كل مكان، تعملوا لايك للمقطع ده، عايزين نوصل المقطع ده لألف لايك على الاقل، تنسوش تشتركوا في قناتي المختلفون، القناة التانية والقناة دي، وتفعلوا الجرس تختاروا الكل عشان يوصلكم اي مواضيع بعملها زي دي. كان معاكم عمار محمد، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام يا ابطال.